اليوم النهار الثاني ديال السيد راكي. الحمد لله كانت الاجواء يعني من الصباح حتى العشيه كانوا الاجواء مزيانه الحمد لله. امتحان في الصباح ديال الماتيماتيك كان في المتناول الحمد لله، يعني قدرنا نخرجوا اللي علينا والحمد لله. نتسناو النتائج يكونوا مزيانين ان شاء الله. وبالنسبه للفلسفه بالنسبه لي انا حررت الصفر ديالي ان شاء الله، ونشوفوا شنو غادي يكون ان شاء الله. وغدا النهار الاخراني ان شاء الله نجيبو مزيان. العادي جبت 9.43 وخصني نطلع يعني شي مواد خصني نطلع فيهم شويه شي مثلا شي 8 ولا هيدا ننجح ان شاء الله. المهم فيزيك دخلنا اعتمدنا على منهجيه قدامي، يعني جبنا النقطه خدمنا مزيان في الشيمي دوزنا في فيزيك حتى هو مزيان، وما كانوش زعما شي ما ضيعناش النقاط بزاف. اما لونغلي طاحت كما العاده، يعني تقدر اللي كيخدم يجيب النقطه، خدمت تجيب النقطه، ما خدمتيش ما تجيبش النقطه. ما طاحت صعيبه شي حاجه، فحال طاحت شحال الدوره العاديه اكثر من النقط طاحت. زادوا لنا الالين فوسط مع فونكسيون ديال الاكسبونسيال رونس داكشي كامل، وضاعوا لنا النقط تما بزاف. اش نقول لك هادشي اللي كاين. لي سويت عطاونا فيها جوج نقط وفونكسيون تبعوا لنا واحد جوج نقط، ما نضيعوا شي حاجه في النقط. كومبلكس طاحت مزيانه ما مزياناش نص نص. حراسة شويه النهار ديال فيزيك طاحت مزيانه، يعني مخوفه شي حاجه هيدا. بنادم يقدر زعما يسقسي على شي سؤال مع صاحبو ايه دار هيدا زعما. اما التبقيه اخرين كاملين نقول لك باق ما يزهق. ضيعت على نقطه ان شاء الله ضيعنا بسبب الماط والفيزيك. الاجواء كانت يعني اجواء حاولنا ان نراعي فيها الجوانب الصحيه، التباعد الاجتماعي، مرات يعني في ظروف جيده التلامذة حسوا بواحد الراحه والطمانينه. الاداره حاولت توفر لهم يعني جميع الظروف الايجابيه بما في ذلك المياه، بما في ذلك يعني الأجواء ديال الامتحان داخل القسم، ديك التباعد الاجتماعي إلى آخره. المواضيع كانت يعني في المتناول، ما سمعناش يعني شي شكوى من طرف التلامذة على المواضيع ديال الامتحان لحد الساعة، ونتمنى على الله بأن الامتحانات يكملوا في هذه الأجواء إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.